يسعد لي مساكم يا أجمل متابعين متابعين شركة مجمع الشامل. يوم جديد وتغطية جديدة من فرع الرياض مخرج 29. خلونا نبدأ على طول مع كل الجمال والأناقة اللي وفرناها لكم لليوم مع تشكيلة التمريات الأنيقة هذه واللي تبيض البجه. صراحة ما أدري كيف أوصف لكم قد إيش الأشكال حلوة وما تتفوت. بأكثر لون فخم اللي هو اللون الذهبي، راح تكون كذا قزاز شفاف بين نقشات باللون الذهبي، متوفر منها تقريبا 5 نقشات. شوفوا معي قد إيش الأشكال الحلوة، وراح تأخذين كل تمرية قزاز طبعا بسعر 5.75 ريال. هلا ونكمل تغطيتنا بالدور الثاني من المركز مع الفازات الجميلة. هذه فازات الورد القزاز بتصميم جدا فخم، راح تكون كذا بالحجم الصغير شفاف ومعها كذا زي الجلتر الذهبي زي ما شايفين، ضاف لها مزيد من الجمال. كمان عندكم هنا اللون الابيض والشكل الغير اعتيادي اللي هو هذا الشكل، راح يجيكم كمان قزاز. اختاري من الشكل اللي يناسبك واستخدم فيها الورد المفضل عندك، وراح تاخذين كل فازة بسعر طبعا ما شاء الله قسم الفازات جدا واسع. فازات القزاز وفرنا لكم منها عدة خيارات وكل شكل أحلى من الثاني، صراحة الأشكال تخليك محتارة. خلينا أوريكم مع بعض الأشكال. طبعا هنا عندكم مراكن الورد السيراميك، بس خلونا أوريكم الفازات اللي هي هذه، جميلة جميلة جدا وحجمها جدا مناسب، راح تكون بالحجم ما بين الصغير وما بين الوسط. عندكم ما بين الملون ما بين الشفاف، عندكم كمان هذا الشكل الجميل 5 ريال. ايش رايكم نكمل التغطية من قسم الادوات المدرسية مع السبورة الذكية اللي وفرناها لكم لليوم ب3 اشكال. شوفوا معي ايش شكلها جميل وراح تفيد كثير طالبات المدارس وحتى الجامعين. في عندكم هنا باللون الاسود راح تكون تستخدمينها في الطباشير، كمان عندك اللون الابيض تستخدمينها في الاقلام، عندك اخيرا اللي هو اللون البني، هذه راح يكون معها الدبابيس يعني تحطين فيها استيكرات ملاحظاتك عليها، صراحه جدا جميله. راح يكون معها حبل ممكن تعلقينها في الجدار لو حابه، حجمها جدا مناسب، راح تكون خشبيه، راح يكون حجمها وسط على شكل مستطيل. طلعي مهاراتك في صنع الحلويات مع أدوات شركة مجمع الشامل اللي نختارها لك. وفرنا لك اليوم قلم تزيين الكيك الجميل هذا. طبعا كيف راح تكون طريقتها؟ راح تكون كذا زي الإبرة تحطين فيه مثلا الشوكولات وتزينين فيه الكيك والحلويات، صراحة جدا جميل. والأحلى من هذا راح يكون معه 6 رؤوس مختلفة زي ما شايفين، في منها اللون الوردي واللون السماوي. راح تاخذين كذا مغلف كامل بسعر 5 ريال. حبيت وفرنا لكم من جديد المرايا اللطيفة والجميلة عليها، صراحة معاكم حق تحبونها الشكل جد لطيف وما يتفوت. تجيكم مرايا ومعاها مكان مخصص للإكسسوارات، تخزين الإكسسوارات، كمان هنا ممكن تحطين المناكير زي ما شايفين. عندك لونين، عندك الوردي واللون الأبيض، وراح أحط لكم
خلوني أذكركم بمسابقتنا على الإنستغرام. طبعا أمس تم السحب على 3 فائزين، ألف مبروك لهم وفالكم الفوز جميعا. باقي مسابقاتنا ما انتهت، باقي في 3 آيفونات. خلكم قريبين، فعلوا جرس التنبيهات في الإنستغرام وفالكم الفوز جميعا. أما الحين لعيوني اللي طلبوا أصور لهم قسم العطورات، رح أصور لكم الأشكال الأكثر طلبا الأكثر مبيعا. تابعوا سوات الجاي ولا تروحوا بعيد. والقسم الجميل واللي راح يوفر عليكم الكثير هو قسم الملابس. ما شاء الله القسم جدا واسع زي ما شايفين وممتع جدا، سواء الملابس رجالية نسائية حتى الأطفال والمواليد، هذا عندكم كامل. كمان في وراي لسه، يعني القسم جدا ممتع يناسب جميع الأذواق. راح أصور لكم كل جديد من اليوم، وراح تأخذون كل قطعة بسعر 5.75 ريال. هلا لبس. خلونا نبدأ بفساتين بنوتات الجميلة هذه بألوانها الزاهية، أكيد رح يكون شكلها أجمل على بنوتك الصغيرة. في منها تقريبا 5 ألوان بخامة جدا جميلة، كمان عندكم مقاساتها رح يكون تقريبا من 2 إلى 5 سنوات، ورح تأخذون هذا الفستان الجميل واللطيف بس بسعر 5 ريال.